بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى ليوم الدين. أعزائي طلبة الصف الثالث ثانوي، نكمل مع بعض امتحانات البوكلت ميرسي سنة ثالثة. نبدأ من امتحان 46، بداية امتحانات الجمهورية الثانوية عامة. قبل كده نبدأ على طول عشان ما نضيعش وقت، نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. امتحان 46 بدأ اللي بيقول لي انه متام في الصباح جيمي ريف انا استيقظ الساعة 6 جيمي دوش انا استحم بوي ثم جي دي انا اقول اوريفوار الى والدي جي سور اخرج دي لمزو من المنزل انا اخذ الاتوبيس بارسكو لان مولسي مدرستي تكون تريل وان بعيدة لكن المدرسة بتاعت اختي ماريا تكون قريبة جدا. في المدرسة جيت روف أنا ألتقي ميزا مي أصدقائي أون بار نتكلم أون جوي نلعب الساعة 8 أون فا أون كلاس نذهب للفصل على ركسيون في الفسحة أون صورت نخرج دلا كور في الفناء والحوش جي مانج أنا آكل فكهاية أمي دي في الظهيرة جي مانج أنا آكل في الكانتين لأن مامي زوم منزلي يكون بعيد بورنت للعودة. مرضي الثلاثاء أنا عندي حصة موسيقى في المدينة درس موسيقى في المدينة جي فا أبي أذهب على الأقدام جي بغيند أنا أخذ من جيتا جو غوتي وجبتي الخفيفة أفيك موا معي أبريلو لسون بعد الدرس بتاع البيانو مومبير أبي وصلني على ميزون للمنزل أم فاتي في السيارة جي فيني أنا أنهي واجباتي جي ميكوش وأنا ده اللي كانت بديت اللي هي إيميليا أبغي لكور بعد حصة الموسيقى إيميليا تعود إلى المنزل أم فاتير في السيارة إيميليا تأكل بقوليات شرائح فكهاية بيقول لك أبغي سون رتور بعد عودتها إلى المنزل إيميليا بتأخذ دوش تعال نشوفه بعد العودة إلى المنزل جي فيني من دفوار أنا أنهي واجباتي بفيلي دفوار تعمل الواجبات إيميليا سيريفيل تستيقظ الساعة 6 إيميليا بريند تأخذ الأتوبيس برا الليل للذهاب على كل إلى المدرسة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل الصعود الى الفصل ايميليا بتلعب مع سي زامي صديقتها. القطعة الثانية بيقول لك لا سومين دونير الاسبوع الماضي جي في انا عملت من انيفرسير عيد ميلادي جي كونزو انا كان عندي 15 سنة دون اذا السبت مساء ونافي ان جرام فيت عملنا حفلة كبيرة نو نحن جي انفيتي وانا دعيت ميكو بين زملائي مي برانتس والدي او أنت تيجو كانوا سعداء إيصا هذا سي إي بيان بصي حدث جيدا أو مرة جيدا جي آ روسيا أنا استقبلت بكودي كادو كثير من الهدايا جي آ أو كان عندي أيضا أندروسي جاتو تورتاية جميلة لعيد ميلادي إن كوبين زميلة أحضرت السي دي استورنتها ونيدون سي رقصنا جاسك حتى من وي منتصف الليل إن واحدة من نوفي زينجرانا نيبا اتي كنتون لم تكن سعيدة بالضوضاء لكن أنسي إيه بيانا مزيد تسلينا جيدا كوندي مم في نفس الوقت السنة القادمة جيفي فتيخ سأحتفل بعيد ميلاد 16 جيفي أفوار وسأحصل على سكوتر ده ديفيد ديفيد يحتفل بصون أنيفرسير بعيد ميلاده 15 ديفيد نظم حفلة الشهر الماضي هو قال لاسو من الأسبوع الماضي في الحفلة ديفيد دعا هو دال دعا سيكو بين زملاء على فتة في الحفلة اون مونج ناكل اكلنا جاتو على فتة الحفلة سيتر من انتهت امين وي في منتصف الليل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لاني بورشاي السنة القادمة ديفيد سيكون عنده 16 سنة اخذ الاولانية يلا نشوف المواقف. فولي مانجي انت تريد ان تاكل كيسك فودي ماذا تقول الى امك؟ هتقول لها انا عندي الم في المعده انا جعان اخذ انا جعان الثانيه الثالثه خائف والرابعه عطشان. فودمان تطلب من فوت غميم زميلك اين الفا يذهب بور فير دوز بور لكي يمارس رياضه هو هيقول لك البوسطه النادي الفصل المزرعه خدنا النادي. فولي ريغاردي لا تلفزيون انت تريد مشاهده التلفزيون كيسك فودي ماذا تقول؟ انا احب مشاهده المباريات مش شرط تكون في التلفزيون
التلفزيون انه هواياتي اخدها. فوفولين فومي، انت تسأل على لاج عمر فوتغامي زميلك، انت هتقول كلاجاتي مع عمرك. فوفولي اشتير، انت تريد شراء لو جيم خضروات، كيسك فودي، ماذا تقول للبائع؟ انا اريد كيلو فراولة، انا اريد كيلو لحمة، لتر لبن، كيلو جزر، خضروات يبقى كيلو جزر. لو بروفيسور مدرس فو دوموند يطلب منك او ايه، اين يكون تون ديفوارد واجبك؟ انت هتقول له في النادي غدا الساعة 8، انا نسيته في المنزل، اخذ انا نسيته في المنزل. فونديكي، انت توضح بكوا لماذا فوني بغنيبة لا تاخذ ايس كريم؟ انت هتقول انا عندي الم في الاسنان، اخذ الاولانيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو ميديسان الطبيب فودي دمان طلب منك ماذا عندك، هو هيقول مع عمرك، مع عمر حضرتك، اين تذهب، اين الالم، اخذ الاخراني. التورتا يا مؤنس، اخذ ست التالتة الرابعة. لاجاغ المحطة تكون انفيس في مواجهة بالضبط المحل، محل مذكر، اخذ دو. الفا اوتغافاي، ويذهب الى العمل كل الايام، الايام جمع مذكر، اخذ تو التالتة. بقولك لو بيغ الاب يقترح الى سي في الى بناته ديفوار رؤية ام فيلم، فيلم هو يقترح عليهم، يبقى اخد لير التالتة. كوزين عيال العم جمع مذكر، ما فيش غير واحدة في دول جمع، قالك مين؟ جيان، عندي اميلو دينار احب جدا، ايه اللي بيجي مع الافعال؟ قالك كلمة بيان، بيان تأتي مع الأفعال، السيدو بيجي وراها اسم، تغي بيجي وراها صفة، بوم بيجي وراها اسم. جينيفي، أنا لا أمارس، أنا ما أقعد أمارس رياضة، أخذ بلو. النوم معاها نهاية، ونس قال لك الأخرانية. دومان غدا، غدا ده مستقبل، مي في غير إخواتي يبقى عايز تصريف فيرب أليرز، هذا المصدر والإخوات جمع، يبقى أخذ مونت أليرز، يذهبون عند مونت عمي. صون لي شانسون، الاغنيات، الاغنيات جمع مؤنث، اخذ كل التالت. تي ايد، يساعدك في تجهيز العشاء، لماذا، اين، من يساعدك في تجهيز العشاء، اخذ او كي. انا اريد 300 جرام، كلمة جرام بيجي وراها دي هو او دي ابوستروف زائد اسم جمع، اخذ دي او الاولاني. سي معركة انه مضربي، المضرب يكون لي، يبقى اخد موال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خش على امتحان مصر دور تاني 2017، امتحان 47 مصر دور تاني 2017. بيقول لك من لويس الى الموضوع الرياضة، بيقول جي ايم، انا احب الاسبور رياضة، رياضته المفضلة انها السلة. جيمي سوين تغنيه، انا اتدرب طواف وبار سومين 3 مرات اسبوعيا في النادي. اي اون جويه، ونلعب كونتر ضد اوتر كلوب، انديه اخرى او نوادي اخرى دال ريجون في المنطقه. لو كان دول عطله، انا احب ان امارس الجودو، اي دي فيلو، وركوب الدراجات. مي لكن جي دي تيست، انا اكره ليجوجنج اللي هو السير او التنازل. اي لانا تسيون والسباح، الاسواق في المساء، انا اعمل واجباتي، انا عندي اوردناتير كمبيوتر وعندي دي جو العاب. لكن سيمون بتفرير، انه اخويا الصغير الذي يجوي يلعب بها دائما، انا جيتغوف اجد هذا يخنق او يضايق. اخويا يعشق ايضا مشاهدة التلفزيون، انا افضل الخروج افيك ميكو بين مع زملائي، لكن جيني صور او على اخرج ريرمو نادرا، بارسكول ان والدي يعملون سوفون غالبا في المستشفى. الاسواق في المساء، اجد واميكو بي، واجب ان اشغل نفسي او انشغل بي مون بتفرير اخويا الصغير. أنا أحب أن أرسل إيميلات إلى زملائي وأقرأ قصص مصورة. لويس يخرج نادرا، بارسكول أنه هو ينشغل بصوم بتي فرير أخوه الصغير الأولاني. لويس يحب يمارس سباحة ولا يشاهد تلفزيون ولا يمارس ركوب دراجات. أنا أحب أيضا ممارسة الجود وركوب الدراجات، أخذها. لويس لا يحب اتصفح على الانترنت، السلة، الكرا، جوجينج، الجري، اخت. لسوار والدين لويس يقرؤون، يخرجون بورتغافاي، يخرجون للعمل رقم بيه.
لوبيتيت فيرير الأخ الصغير للويس يحب كثيرا مشاهدة الأفلام في التلفزيون. آخذ الأولانية، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لويس بيلعب سلة في النادي بتاع الحي. بورسو دي بلاسي اللي كانت تتنقل في مصر انطغوف، نجد نبوز عديد من السوليسيون اللي هي الحلول مثل التاكسي والاتوبيس والقطار والمترو في المدينة. عنا تليز نستخدم التاكسي المترو والاتوبيس. لو جن الشباب يفضلون سيد بلاسي التنقل بالعجل دي دون لي كارتير في الأحياء المحيطة. بور فواجي لكي يسافر من بلد لأخرى، اللي يوجد لو تغير القطار لأوتوكار لأتوبيس سياحي. اوني بريفير با اتليز، لا نحن نفضل استخدام لافاتير السيارة لكي نتجنب لاموفيز ترافيك المرور الصعب او الوحش. القاهرة تكون لافيل بلي جراند، القاهرة تكون المدينة الأكبر في أفريقيا. إيديموند رب العالم العربي، إيه لا كابيتال دي إيجيبت، إنها عاصمة مصر. سيت فيلا هذه المدينة أطول إنها 3 خطوط مترو. دوكير مترو القاهرة يكون أول مترو كونستروي شويدا بار أنسستي، مجتمع أو شركة فرنسية في أفريقيا. سعر التذكرة بتاعت المترو نيي باشير ليس غالي، ويسمح دي سيد بلاسي التنقل دان لي كارتير الأحياء برنسبال الرئيسية فقط في المدينة. أنت غافاي، نعمل الآن دون أمبروجي في مشروع دي نوفيل جين، خط جديد سيلا باشر جير سيوير ليستاسيون دي موين، محطات وسائل النقل في القاهرة. أكوز دو بسبب سوء المرور أني برون ديبالا، نأخذ لافواتير السيارة. سير بورتاج، إنه تقرير على لي موين دي ترانسبور وسائل النقل. المترو يكون غير مريح، بطيء، غالي جدا، موانشير رخيص، أخذ كلمة رخيص. أوكي، في القاهرة اللي يوجد خطين للمترو. هو قال سيد فيلا هذه المدينة فيها 3 خطوط للمترو، يبقى تروالين طبعا لسه الرابعة ما تعملش. أم فيلا في المدينة نستطيع أن نأخذ له تاكسي، التاكسي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أون فيل في المدينة، الشباب يتنقل أفيلو على العجلة. فودمان تطلب من فوت غامي من زميلك بوركوا، لماذا الفار لبريير يذهب إلى المكتبة؟ هو هيقول المكتبة دي بتاعت شراء، يبقى لكي أقرأ كتب، لكي أشتري دواء، لكي أشتري كراسات، ينفع أشتري كراسات. فو ريفيوز أن ترفض انفيتاسيون، دعوة عيد ميلاد، ماذا أنت تقول؟ موافق بكل سرور، أنا فاضي، جي سويزي كوبي، أنا مشغول، أخذها. لو سيرفير خادم فو ديماند يطلب منك ماذا تريد أن تأكل؟ أنت هتقول له بواسون، مشروبات، كوكاكولا، دجاج، يبقى خد دجاج. فو فون فومي، أن تسأل على لايكيب الفريق المفضل لفوت غامين لزميلك، أنت هتقول أي فريق سوف يكسب، أي فريق تكره، ما نتيجة المباراة، أي فريق تشجع، آخذ الأخرانية. فوكسي بليكي، أن تشرح أو ميديسان للطبيب سكي فو زافي، ماذا عنده؟ ماذا عندك؟ أنت هتقول له أنا أخذت واجباتي، كتبي، لما أخذ كتبي يجب أن أستشير طبيب، أنا أكون متأخر، أنا عندي ألم في الساق، أخذ. فوتغامي زميلك فودوماند يطلب منك أي رياضة فو بغاتك تمارس، أنت هتقول أنا أحب السباحة، الريف ممتع، اخذ الاتوبيس، افضل الراب، هو عايز اي رياضه، يبقى انا احب السباحه. فوتك غيفيان، تصل فوتغ نوفيل امي صديقك الجديد الى اختك، انت هتقول هو يكون لطيف ولطيف، هو يرحل هذا المساء الى اوروبا، سوف يشتري كثير من الهدايا، هو عنده 8 سنوات، يبقى انه لطيف وجميل الاولانيه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بقول لك فودمون، ان تطلب من فوت غميم من زميلك بوركوا، لماذا الفيرم لا فينتر، هو يغلق النافذه. هو هيقول بارسكو، لانني حران، لانني خائف، لانني جوعان، لانني بردان، عشان كده بغلق النافذه. فلير الزهره، الزهره مفرد مؤنث، اخد انا واحده في دول، قال لك ست التانيه. جيفان، اذهب الى المحل دو فلير بتاع الزهور، المحل مفرد مذكر، اخد او. أمس إل سي، طالما حاطط لك سي بفعل ذو ضميرين، وخد أتر وياخد تبعية كمان أو، لأن هو جاي مع الإل. أدور على اللي فيها 2 أو، قال لك الأخرانية برومونية تنزل.
النو وراها الوي، مالناش دعوة بالوي، لنا دعوة باللي بدأ الجملة، الجملة بدأت بنو أخذ نهايتها أو الناس، يبقى نحن نعطي له أن لا تختار اعتذار. جيم، أنا أحب لي فواتير سيارات، أحب كثيرا جدا أو جيد، جدا بيجي وراها صفة، الدو ما يجيش وراها الوي، يبقى أحب كثيرا السيارات، ينفع يجي وراها أدوات معرفة أو إشهار أو دو طبعا واسم جمع. لي ريزون، يكون السبب الحقيقي، كلمة ريزون مؤنث حتى أجيب لك لا فالي، يبقى أخد كلمة يكون السبب الحقيقي بتاعت المؤنث. رغم الهم الفصلة يبقى أمر مع التو. أدمت كمسة أس لأنه فعلا مش معقول. رونج، رتب أغراضك المدرسية، أخد رونج اللي آخرها أو، برند كمسة أس، ودي أو زد ما تنفعش مع أمر مفرد. جابت، أنا أسكن قريب من المترو، المترو مذكر، أخد دو. لأن تاخد دو بمشتقات، تبريد تاخد دو بمشتقات، والمذكر بياخد دو الأخراني. نوني صم علي أون إيطاليا، نحن لم نذهب إلى إيطاليا أبدا، أحد شيء دائما أبدا. فاتي دي فوي، أتريد أنت دي فوي فواكه، قال له نعم أنا أخذ منها، إحنا قلنا يأخذ ويأكل ويشرب، بتاخد أون دائما مع الأكل والشرب. أيام أمس إلا سونت أريفي، وصلوا، آه تنفع طالما أمس وماضي مركب واخدة تبعية إس بس أخدها عشان اللي بتاخد اس. انطونيو يدرب اللاعبين، اين، كم، كيف، من يدرب اللاعبين، ناخد الاخراني. فينسنت امبير يحب ان يمارس باتنيك الكره الحديديه، انا فعل الاساسي في الجمله، قال لك فعل الاساسي وام لا يكون غير فعل مساعد، هشتغل على فعل. طب باتنيك الكره الحديديه مؤنث، اخد دولار لان فعل بياخد دوم مشتقات مع الالعاب الرياضيه كلها. نحل مع بعض امتحان مصر دور اول 2018. من سيبستيان الى ماري كلير، بونجور، صباح الخير جيسبير، انا اتمنى تو فابيان ان كل شيء يكون بخير. كوتي اي انفيرم، وتكوني في كامل لياقه. جي ان نوفو كوبين، انا عندي زميل جديد اسمه جاك، هو عنده 18 سنه، هو يكون اتديون طالب التغافي ويعمل اون طرافاي، نعمل معا او سوبر مارشي في السوبر ماركت يوم السبت سينمو فقط، يبقى بيشتغل يوم واحد في الاسبوع. جيلي كوني، انا اعرفه منذ بعض الاشهر، لكن اون صوت نخرج انسمبل معا دبوي منذ دوس من اسبوعين. جيلي تغوف، انا جده تريسم برائع، الي السي جروند طويل الى حد ما، الفي هو بيعمل متر 80 سنك 185 سنتي. جي سويت كونتون، انا سعيد بارسكو لان جي سوي جروند، انا طويل ايضا. اليت غي سبورتيف، انه رياضي. مو انا جيني في با، انا لا امارس كثيرا الرياضه، لكن جي في كومونسير، انا سوف ابدا. سي تو فابيان، لو ان كل شيء بخير، اون فا باتير، سوف نرحل، اون فاكونس في الاجازه، انسمبل مان سيت تي هذا الصيف، افيك مون فرير، مع اخي بيير بور فيغ دوز بور، لكي أمارس رياضة، ضلوا سود ويست في جنوب غرب دولا فرنسا، جنوب غرب فرنسا. جاك يريد أن يمارس برونش أفيلون، مركب الشراعي، مو أنا، لكن أنا أحب لاناتاسيون السباحة، صديقك ستيف. ستيفن يعرف سوناميز صديقه جاك منذ بعض الأشهر، شهر، أقل من شهر، أكثر من شهر، بعض الأيام يبقى أكثر من شهر. لدو أميز صديقين يعملون في السوبر ماركت، أنسي الجو يوم واحد باص من أسبوعية. لدو أميز صديقين فون باغتير، سوف يرحلون هذا الصيف، هو في الأجازة، نرحل معا أفيك مون فرير، مع أخي بورفير، لكي نمارس سباحة، هو عايز أسود في الحتة جنوب غرب أوسود ويست. ستيفن يحب أن يأكل، يسبح، آه يحب أن يسبح، أنا أحب السباحة. ستيفن يكتب إلى، من ستيفن إلى ماري كلير صديقته، يبقى ماري كلير، أخذ الأخرانية، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
ستيفن يكون مسرور برسكو لأن سونامي صديقه يكون جرون طويل كم لوي مثله. أنا انكونتري مقابلة سير لوشات على الشات. دي جن شباب يناقشون كم إل كيف هم جاغني دولار جون النقود في الأجازة. سيسيليا بتقول هذا الصيف جي آت غوفيان وجدت وظيفة دان سوبر مارشي في سوبر ماركت جي آكم منصي. أنا بدأت لوتغافاي العمل أورايون في قسم منتجات الألبان. الآن جوت غافاي أنا أعمل في الجاكاس في الخزينة. جيجا جنيه كثير دولار أنا أجني أو أكسب كثير من الأرجوم من النقود. فريدريك قال جيت غافاي أنا أعمل في الأبلونجري في المخبز بتاع عمي حتى الساعة الثالثة صباحا. سيدي في سيل إنه صعب لكن جيجا جنيه أنا أكسب كثير من النقود. الآن بيقول ست التي هذا الصيف جيات غافاي أنا أعمل دان أنجران أوتيل في فندق كبير على كوزين في المطبخ. جي ايد انا اساعد الشيف في الطبيخ. يبقى هو غرسون ولا شيف مش محددين. جات رافايا انا اعمل بور لمدة 15 ساعة بارجور يوميا لكن جي اغني انا اكسب كثير من النقود. هذا البحث يكون على لجورنيز كوليريوم المدرسي مشروعات الاجازة العطلة الميول الرياضية بمشروعات الاجازة. سيسيليا أتغوف وجدت عمل في سوبر مارشي. عم فريدريك يكون بولونجير خباز عشان عنده مخبز. الان أتغوي بارجور الان بيشتغل 15 ساعة يوميا يبقى كنز. في الصيف الان أتغوي يعمل كا في الصيف الان يعمل كا شيف دو سترون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فريدريك تغمني ينهي عمله نومة تام في الصباح. قال بشتغل لحد الساعة الثالثة صباح. أنا مي زميلك اندوكي يوضح ديكوا ماذا نحتاج بندون لير كور أثناء حصة اللغات. هو حيقول أحتاج إلى ديكسونير قاموس الأخراني. فودمون أن تطلب من فوتر مي من زميلك أين هو يذهب بورجوي لكي يلعب تنس. هو حيقول أنا أذهب إلى النادي. فوفولي أنت تريد شراء بوم تفاح. ماذا أنت تقول إلى الخادم؟ 2 لتر 2 متر 2 كيلو يبقى 2 كيلو. فوديمان أن تطلب من فوت غمير من أمك سيكل في ماذا تفعل؟ على كوزن في المطبخ. هي تجيب أنا أرتب الملابس أخذ حمام أمارس قليل من الرياضة أجهز الوجبات أجهز الوجبات. زميلك بودمان يطلب منك كلمة ويندي ترانسبور أي وسيلة نقل تفضل. أنت هتقول له لا إير فري الهواء المنعش التراموي الترماي أخد. بودمان تطلب من فوتر فرير من أخوك كل بواسون أي مشروب البرند يأخذ. ماذا هو يقول؟ الماء الماء الزبادي الصلصة البواسون السمك. فودمان تطلب من زميلك بركوالي ماذا يذهب او سوبر مارشي للسوبر ماركت ابيع على الاقدام. هو هيقول لانني افضل ركوب الدراجات لانني لا احب المشي لان السوبر ماركت بعيد اخذ الاخرانيه لان السوبر ماركت قريب جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فوسوفيا انت تتبع رجيم غذائي. انت هتقول ماذا انت تقول؟ هتقول جي دوا يجب ان اشرب صودا أنا آخذ كثير من الحلوى أنا آكل قليل من كل شيء آخذ آكل قليل من كل شيء. أمبودي تو أيغ أمس تو لو باتو كل المراكب. المراكب جمع يعني بتساوي الضمير إل ضل بوغ في الميناء سي أغيت ده مفرد سي سون أمس سي سون تغيرتي توقفت. خدنا تبعية إس هو فعل ذو ضميرين اسمه يتوقف دي مستقبل ودون تغيرتي يقبض على جيادي جا. انا سابقا فو رايت هذا الرجل رجل مفرد مذكر اخذ سي او تي. الفا اوتغافاي يذهب الى العمل في المترو اخذ ان. اقي الى من تتكلم انت؟ قال له انا لا اتكلم الى بيرسون احد. ايما تكون مريضه ابورتي احضر اليها اخذ لوي. هوغو فا بورتير سوف يلبس ان شميس قميص عايز حاجة بدون مؤنث قالك بلونش الأخرانية.
لو فرنسي، الفرنسيين يحبون لو فرماج الجبنة، هم يأكلون منها الكثير، يأكل ويشرب مع الأكل والشرب بتاخد أن. أون أشيت دو جاتو، نحن نشتري جاتو، نحن نشتري جاتو ألا بتسوي في محل الحلوى ده مكان. طب بار، بار بي ما تنفعش، تنفع ألا بتسوي في محل الحلوى شي مع العاقل. افتح النافذة نو شنو ظفوه شو حرام بردان عطشان جوعان بتاخد افوار. كيسك الافي ماذا يفعل؟ سون انيفرسير، ماذا وصف على في عيد ميلاد مذكر اخد سون. بيقول لك سيتي فهو لو انك بردان اغلق النافذة انت، يبقى امر مع التي واحذف حرف الاس مع الضمير تي في افعال المجموعة الاولى اخد رقم سي. و اسكتي فا اين انت سوف، تيب ومنية تتنزه تنفع، لان فا بيجي وراء الفعل في المصدر وده فعل ذو ضميرين لابد من تحويل السو الى تو. جي ايه انا احب، دي جو فيديو، العب العاب فيديو اخد جويه عشان ده وراها اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نحل مع بعض امتحان مصر دور تاني 2018. امتحان مصر دور تاني 2018 بيقول لي جوغني اليوم بتاح كريستي، كريستيل نيت غافاي با لا تعمل منذ كاتر مو 4 أشهر، ثم ري زوجها با رحلت غافاي يعمل تو مبكرا في الصباح. السيكوبيا ترعى دي صافي بنتها ماريا، الي مني وتوصلها الى المدرسة الساعة 8:30. السويت بعد ذلك هي تقرأ بتيتر نونس اعلانات صغيرة، سير انترنت على الانترنت اعلانات بوابة بورشر شي لكي تبحث عن عمل. الروبوند دي زمون سيترد على هذه الاعلانات، انفويه ترسل خطابات تتصل الي وتقرا لجورنال جرايد. ام دي في الظهيره هي تاكل سيال بمفردها، ان صافي بنتها تاكل على كل في المدرسه. بعد الظهر الريجارد تشاهد امبو قليلا التلفزيون. بارفوا احيانا الفاسي بغمنيه تتنزه يوم الاربعاء وتترك بنتها عند سامير امها. لو ويكند في العطلة، الفي ديز اكتيفيتي هتعمل أنشطة ممتعة، فيكسون ماري مع زوجها وبنتها، هم يمارسون الرقص والسباحة وركوب الدراجات. كريستين نيت غافاي بقى تعمل منذ كاتغم 4 أشهر. كريستين عندها بنت وحيد. بيقول لك كريستين براند تأخذ الغداء سيال بمفرد. كريستين تشاهد التلفزيون، هي قالت بعد الظهر لابغي ميدي، هي تشاهد التلفزيون يبقى لابغي ميدي. كريستين سيبو مني تتنزه، انجو بارسو من يوم الاربعاء. طيب هي بتتنزه يوم الاربعاء وفي العطلة، يبقى يوم الاربعاء طبعا ما ينفعش يومين، لان العطلة لوحدها يومين وهي بتتفسح الاربع كمان يبقى 3 ايام، مفيش 3 ايام يبقى يوم واحد اللي هو يوم الاربعاء. العطلة كريستين بسيطة تقضي لا جغني اليوم، في العطلة كريستين تقضي اليوم افيكسا فامي مع أسرتها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. القطعة الثانية بيقول لي من جوليا إلى عن فاكونس دي بغي الأجازة في باريس. بونجور صباح الخير بنت عمك جوليا. جي سوي اون فاكونس، انا اكون في اجازه في باريس. جي يا سويزا غيفي، انا وصلت اليها اليادس جو منذ 10 ايام، لكن جي ابردو، انا فقدت ما فاسيل حقيبتي على ايربور في المطار. جي سوي دان اميزون دي جون، انا في بيت للشباب توت بغي قريب من لا تور ايفل برج ايفل. لو توم بالتاكسي في باريس اي تري اغريابل ممتع جدا. الفيبو اي شو، جو جميل وحار. اير امس متان صباحا جا فيزيت، انا زرت لو لوفر، متحف اللوفر جافي، عملت تسوق لابغي ميدي بعد الظهر. جي مانجي، انا اكلت افيك مي زامي مع اصدقائي دي اكسلونت بيتزا، بيتزا ممتازه. دومان غدا جي في بصير، انا سوف اقضي لا جورني اليوم افيك مونامي مع صديقتي دينا. جي في ريستير، انا سوف ابقى، انا سوف اعود اوكير الى القاهره ديمانش الاحد القادم الساعة 22، يعني الساعة 11 الساعة 10 بالليل يبقى يوم الاحد. جي فا فير، سأعمل حفلة بور مونا ريفيل وصول يوم الاثنين مساء. الحفلة هتكون الاثنين مساء. تي فا فينير، ستأتي الحفلة انها عندي الساعة 19 يعني الساعة 7 مساء. جي تير مرسي، اشكرك على افانسي مقدما بنت عمك جوليا. في باريس جوليا، ايدي صندوق نزلت في اوتيل دوجين
ميزون دي جون بيت الشباب. جوليا ايطالي ذهبت الى باريس لكي تقضي الاجازه بصير لي فاكونس. جوليا ايطالي ذهبت الى باريس في سياره هي قالت في المطار فقدت الحقيبه بتاعتها. بيقول لي جوليا يا بس قضت في باريس 10 أيام، أسبوع أقل من 10 أيام، أكثر من 10 أيام، هتقضي في باريس 10 أيام مباشرة منذ 10 أيام، يبقى أكثر من 10 أيام. جوليا فا الريفير سوف تصل إلى القاهرة، هي قالت أنا سوف أصل إلى القاهرة الأحد القادم، ديمانش متان أحد صباحا الساعة 22، يبقى الأحد مساء. جوليا لندي الاثنين صور. جوليا سوف تعمل فيغ انفت تعمل حفلة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فودمان ان تطلب من فترة مين من زميلك سكيل في ماذا يفعل على بيبلوتيك في المكتبة، هو هيقول المكتبة دي بتاعت قراءة، يبقى جي ليه ومان انا اقرأ روايات اخذ الاولانية. فترة مين زميلك فودمان يطلب منك كل اسبوع اي رياضة فوبغاتيك تمارس، ماذا انت تقول؟ هتقول جي في سكليزمان ومارس ركوب الدراجات. زميلك اطلب منك اي رياضة انت تمارس، هتقول له انا امارس ركوب الدراجات. فودمان تطلب من ام بسيون مشروب في المطعم، انت هتقول الحساب من فضلك فريد بطاطس لمونادا من فضلك، يبقى خد لمونادا من فضلك. فوفولي انت تريد بوار ام تشرب، ماذا انت تقول؟ هتقول جي فيم جوعان بردان عطشان اخذ عطشان. فوديمان ان تطلب من بروفيسور المدرس دي ريبيتير ان يكرر لك اكسبليكاسيون الشرح، انت هتقول له الدرس سهل انا اكون متاخر الحصه سوف تنتهي اخذ الاخرانيه انا لم افهم شيء. فو اكسبتي انت تقبل انفيتاسيون دعوه فوز غمي زميلك، ماذا انت تقول؟ اسف ضربت انا لا استطيع ضربت ادعوك دعوه الاخرانيه بوركوابا لما لا ده قبول. فوفون فومان تسأل على النمبر وعدد أقسام السوبر ماركت، أنت هتقول كم من الكيلوات في أي قسم تذهب، كم من الأقسام توجد في السوبر مارشي أخذ. فوني إمبا أنت لا تحب ليبوسو السمك، ماذا أنت تقول؟ هتقول أنا أكره منتجات البحر أخذ التلت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أيام أمس ميزامي أصدقائي الساعة 8 مساء، أصدقائي جامع وأمس بعيد سنتغ في جامع مذكر أخذ الأخير هاس. شاك جور كل يوم من جرام بير جدي سون شيان كلبه، كل يوم من الكلمات الدالة على زمن المضارع. عايز كلمة يفسح بروموني، بروموني كان فسحة ده ماضي، سي بروموني يتنزه ملهاش علاقة بكلمة يفسح خالص، هو اللي هيتنزه. سيبيانو هذا البيانو يكون إلى والديك، إنه البيانو بتاعهم الوالدين جامع بتساوي الضمير ال معاها لير 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 والوالدين والبيانو مفرد أخذ لير. كونديتي فوز اللي متى ذهبت إلى روما؟ قال له أنا ذهبت إليها إلى روما مكان أخذ جريك. جي إم ميدي بلاسي أحب التنقل في أوتومبيل أخذ أون تركب فيها. جي فافيغ أنا سوف أعمل تسوق، يبقى مستعمل أخذ دومان غدا منذ ساعة ده ماضي أمس ماضي الاثنين الماضي ده ماضي برضو. بركوال لماذا تيني صوغ با أنت لا تخرج؟ قال له جي سويفة تجي لماذا؟ هقول له جملة كاملة، بور بيجي وراها مصدر، سي بتاعت نفي مش موجودة، أكوز دو بيجي وراها جملة بدون فعل سبب سلبي، بارسكو بيجي وراها معناها لأن بيجي وراها جملة كاملة فعله فعله مفروض. مونفرير اخويا في يمارس ركوب الدراجات، ركوب الدراجات مذكر مع فير اخذ دو. فاتي بروندر انت سوف تاخذ القطار، تاخذ القطار اخذ لو عشان اداه معرفه، ما ينفعش تاخذ في القطار اماكن واسعه. اكيل عرفت في اي موقف الفا مي اتندر، هي سوف تنتظرني، الموقف مفرد مذكر اخذ كل الاولاني. كيمي تليفوني من اتصل بي، نفي من بيرسون من غير ما نقرا الجمله، من اتصل بي؟ قال له ما حدش اتصل بيك يبقى بيرسون، ودي ابدا شيء لم يعد. انه صديقي انا اشرح اليه، عايز اليه بالفرنسي، اليه للعاقل قال لك لوي.
ودي إليهم، وده حرف الهاء بس، ودي منه آخر جملة. بيقول لك جيم بكو أنا أحب كثيرا سي جوما هذه الفرسة. الفرسة مفرد مؤنث، الكلمة الوحيدة اللي بتنتهي بمون تي ومؤنث، آخد ست الأخرانية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أنجزنا مع بعض شوية امتحانات، وصلنا لحد الامتحان 49. إن شاء الله الحلقة الجاية بكرة أو بعد بكتير نخلص الكتاب ده هوت، ونشوفكم بخير إن شاء الله في حصة المراجعة. أشوفكم بخير يا رب، إذا كان في العمر بقية، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.